السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة النهاردة هنتكلم عن موقع جميل جدا لاختصار الروابط. هو موقع جديد بالمناسبة، هو موقع ممتاز ومعاه إثبات الدفع تمام. أنا أصلا الموقع ده كنت شايفه من زمان، ولكن استنيت بس إن ألاقي له إثبات دفع، لأن في حاجة كده هقولها لكم وأنا بشرح الموقع، وأعتقد إن أنتوا هتاخدوا بالكم منها. معاكم مصطفى من قناة مستر منتج، وفي حلقة النهاردة هنشرح موقع لينك إيرن. تابعوني بعد الفاصل. ورجعت لكم مرة تانية. في البداية هو ده الموقع، موقع لينك ايرن، دي الواجهة بتاعت الموقع تمام. زي ما انتم شايفين ده اللوجو، طبعا ده بعض الحاجات كده في الموقع ساين اب عشان تسجل، والهوم والبي اوت ريتس دي اللي احنا عايزينها. بي اوت ريتس هتستغربوا جدا، موقع عربي 7 دولار، الكويت، السعودية 7 دولار، يونايتد عرب اميريتس 7 دولار، الاردن 7 دولار، المغرب 7 دولار. لاول مرة في تاريخ اختصار رابط المغرب يبقى 7 دولار، او اصلا ان انا اشوف المغرب عالي في اي حاجة تبقى قليله جدا، مش عارف ليه. ايجيبت 7 دولار. طبعا انا بحب طبعا كل اهل المغرب لان هم اكتر ناس بتشاهدني وبتشوفني، فلما بعمل اختصار رابط ما بكسبش حاجه يعني تمام. الجزائر 7 دولار، العراق 6 دولار، سوريا 6 دولار، وزي ما انتم شايفين الباقي كله يونايتد ستيتس 5 دولار، وبقيه العالم كله 4 دولار تمام. يعني ممتاز ممتاز ممتاز. تمام. قبل ما نبدا ده اثبات الدفع زي ما انتم شايفين. طبعا اثبات الدفع ده مش ليا يعني، بس ان انا الاقي له اثبات دفع. على فكره الاثبات الدفع ده من مصر، يعني اللي خد اثبات دفع ده مصري زي ما انت شايف. الفلوس هنا بالمصري، بيقول لك هنا الفلوس ايامها كانت بواحد، كان الدولار ب 9 جنيه، حاليا الدولار ب 17، يعني اكيد اثبات دفع ده قديم يعني تمام. ولكن ان يكون في ليها اثبات دفع ده كويس. زاد ان الشركه برضو زي ما انتم شايفين برضو، يعني الترافيك الاليكسا يعني كويس، 390 ألف ده كويس، و10 آلاف في مصر ده ممتاز تمام. فأعتقد الموقع مصداقيته عالية. اللي هتستغربوا منه لما نيجي نعمل ساين ان، بقى نضغط ساين اب عشان نسجل الأول. اليوزر نيم، هتكتب هنا اليوزر نيم، وهنا الايميل، هنا الايميل، وهنا الباسورد، وهنا تعيد الباسورد، بتعمل اي ام نوت ريبوت، وتعمل سبميت، وبتأكتف الأكونت عادي جدا، وبترجع مرة تانية تعمل ساين اب. هيظهر لك هنا ايميل، قصدي اليوزر نيم والباسورد. لو كتب لك الايميل امسحه واكتب اليوزر نيم تمام، وهنا الباسورد بتعمل ساين ان تمام. بعد ما يخش معاك، لو تلاحظ ان ده نفس السكريبت او نفس الشكل بتاع موقع ايرنينج يو ار ال. موقع ايرنينج يو ار ال اللي اكتشفنا ان هو نصاب بعد فتره، ولكن الموقع ده مش نصاب، وادي اثبات الدفع مره تانية تمام. يا شباب ممكن توقف الفيديو وتشوف اثبات الدفع براحتك. المهم ان الموقع ده مش نصاب تمام. نفس بقى اللي شرحناه، تعمل نيو شورتن وتحط هنا اللينك، وتعمل شورتن عادي جدا، المانج لينكس عشان تشوف اللينكات بتاعتك، وممكن تعمل لينك هايد تخفيه، وممكن تلاقيه هنا تمام. في ايرنج يو ار ال احنا قلنا الواحد مشاهدة او الواحد كليك باتنين، انا ما جربتش هيبقى هنا بكام، ولكن ممكن يبقى باتنين وممكن يبقى بواحد، مش فارقة. زي ما انتم شايفين يا جماعة الالف برقم ممتاز، 7 دولار يعني ممتاز، فانت مش هيفرق معاك قوي الموضوع ده، ولكن لو حصل يبقى تمام. المهم الويز درو عشان السحب، معلش انا عندي برد بس النهارده تمام. انا فهمت الكلام ده فهقوله لك على طول. هنا يا سيدي هو بيقول لك انه بيدفع 5 دولار اقل مبلغ للسحب، وبيدفع بعد 4 ايام من طلب الدفع تمام. الدفع عندهم باي بال، يعني تقريبا هو باي بال بس تقريبا تمام. هنا بيقول لك طريقة الدفع بتاعتك بتمر بثلاث حالات. أول حاجة البندنج، التيم بتاعهم أو الفريق بتاعهم بيعمل تشيك للحاجة دي، هنا لما التشيك ده بيتقبل، وهنا لما بتدفع مباشرة. عمال بيقول لك في باي بال أكونت، يعني هو بيدفع تقريبا للباي بال بس. أما الواير ترانسفير تقريبا هقول لك دلوقتي، التولز طبعا دي الحاجات اللي احنا عارفينها، الكويك لينك خلينا نشرحها. هنا بتشيل اللينك ده وبتحط اللينك اللي عايز تخسره بسرعة وخلاص. الماس شرينكر، لو عايز يعني تختصر اكتر من لينك مع بعض، بيقول لك اكبر حاجة هو 20 لينك. عايز تخسر اكتر من لينك مع بعض بيظهر لك كل الاختصارات. هنا الفول بيج سكريبت، بتاخد اللينك ده او بتاخد السكريبت ده بتحطه في الجافا اللي هو في التخطيط في المدونة او في الووردبريس، ليها طريقة تانية تمام. فبتاخده وبتحطه في التخطيط وتمام، بيختصر لك كل الروابط بتاعت المدونة. حلو. هنا ده اخر حاجة هو الديفولبر ده، ثانية انا مش عارف ايه ده، ما استخدمتهاش قبل كده الصراحة.
هسيبها لك انت بقى تكتشفها مع نفسك. المهم الريفرالز هنا ممتاز جدا برضو يا جماعه، الريفرال 20% ده ممتاز جدا يعني، لاحظ ان 20% رقم كويس جدا. طب انت شايف 20% ريفرال ده كويس جدا ممتاز يعني، 20% من الارباح طبعا. السيتنج هنا البروفايل زي ما انتوا شايفين بقى، انزل تحت. طبعا انت لازم تملى كل الحاجات دي، مش لازم يبقوا صح بس املاهم عشان تقدر تعمل سبميت. هنا لازم تملى كل حاجه زي ما انت شايف، هنا بيبال والويب ماني مش واير ترانسفير، لا ويب ماني. طبعا احنا كلنا هنختار بيبال تقريبا. الويزدرو اكونت هتكتب هنا بس اكونت البيبال وخلاص تمام. هنا تكتب الفيرست نيم واللاست نيم، لازم تكتب كل الكلام ده لازم تكتبه عشان تعرف تعمل سبميت. بص لو عملت سبميت مش هيقول لك لا لازم تملى ده، حتى لو كتبت اكونت البيبال. هنا لو عايز تغير الباسورد، وهنا لو عايز تغير الايميل، وهنا لو حصل اي حاجه ممكن تكلم الدعم تمام. هتكتب هنا اسمك والموضوع بتاعهم، مثلا ان موضوعي ما جاتليش فلوس، تكتب بالانجليزي مع ان الموقع عربي، الموقع شكله عربي، اكتب بالعربي، اكتب بالعربي، اكتب بالعربي عادي، هو اصلا الموقع شكله عربي انت شايف. تمام هنجرب بقى عفوا هنجرب بقى اللينك مثلا، ناخد دي ونحاول نختصرها تمام نشوف هل هيحتسب واحدة ولا اتنين ولا مش هيحسب من نفس الاي بي. هل لان موقع ايرني جوال كان بيحسب من نفس الاي بي مره واحده، بحيث ان انا يعني وريتها لكم، لكن انه بيحسب مره او اتنين انا مش عارف. استنى زي ما انت شايف فوق طبعا لازم كل الاعلانات تظهر الاول عشان تعمل سكيب اد بقى. تقريبا نفس اللي حصل في الموقع التاني، نفس اللي حصل. بالمناسبة احنا خلاص قربنا 500 مشترك، نرجع كده نعمل ريفريش، هل هيحسب نفس الاي بي؟ حسبها واحدة بس، حسبها واحدة بس زي ما انت شايف، حسبها واحدة بس. نخرج من الاعلانات، فعلى العموم حسبها واحدة وده عادي، ده العادي بتاعهم يعني. فخلاص يعني ده اكنه موقع عادي زي بقية المواقع. لونش طبعا لسه ما اشتغلتش في الموقع، ولكن ممكن اشتغل فيه فترة قريبة زي ما انتم شايفين. برضو مرة تالتة ورابعة ادي اثبات الدفع هنا، ده خد 5 دولار بيساوي كم مصري؟ بيساوي 51 جنيه مصري. بيقول لك هنا الحاجات اللي اتاخدت من المبلغ يعني اللي هو الفيز اللي هي ال زي جمارك كده، صفار مفيش، ما بياخدوش اي فلوس. وانا زمان شايف الريفاوند ده اللي هو اتبعتت الماستر كارد وكاتب هنا الاسم، يقصد هنا ماستر كارد بتاعت البيبال على فكرة. هنا برضو زمان شايف اهو 5 دولار، وهنا 51، لكن خدوا منك 5 دولار 62 وحولهم لك لمصري 51 جنيه. بيقول لك اهو الدولار بيساوي 9 جنيه و2 او 20 قرش. لينك شرطة ايرن دوت كوم بيمنت سبتمبر 15 سبتمبر 2016 الستاتس كومبليت. ادي الوقت بيقول لك مفيش ادرس، يعني كل حاجة تمام يعني، ما تقوليش متفبرك او حاجة، اكيد مش هعرف اجيب الاسامي دي اصلا. واصلا كتبت على جوجل يعني هتلاقيه موجود، اثبات دفع باسم لينك شرطة ايرن دوت كوم بيمنت بروف، هتلاقي مكتوب اثبات دفع باسم ده. اتمنى تكون الحلقة دي عجبتكم، واتمنى لو عجبك الفيديو ده تشوف الفيديو ده اللي هو اللي قبليه، لان ده فيديو مهم جدا لجميع اليوتيوبر. والفيديو بتاع الربح من انستغرام دي فكرة جميلة جدا وبدأت اشتغل فيها فعلا، في عملت صفحة اسمها ميد نايت بوستس، ويعني بدأت اجيب حاليا 1000 فولور، فبالتالي الفكرة دي ناجحة جدا. واسف على اي تقطيع في الفيديو من صوتي لان فعلا تعبان جدا النهاردة. كان معكم مصطفى من قناة مستر بومتك. الفيديو لو عجبك لايك الفيديو واشتراك في القناة عشان نوصل ل 500 مشترك و1000 مشترك ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.